عقدت الرابطة السورية لأمراض جهاز الهضم والتغذية عند الأطفال مؤتمرها السنوي 12 بفندق الدمروز بدمشق. هذا المؤتمر هو ضمن نشاطات نقابة أطباء سوريا، لأن لحد اليوم خلال هذا العام صار عندنا الرقم، هذا الرقم 56 نشاط بين مؤتمر وندوة وورشة عمل. الهدف دائما من هذه المؤتمرات هو أولا اطلاع الطبيب كلهم في مجال اختصاصه على ما هو جديد في عالم الطب من وسائل تشخيص وسائل علاج، وبالتالي طبعا ازدياد مهارة الطبيب، ازدياد خبرته، تعرفه على شيء جديد، وهذا ينعكس بالتالي إيجابا على الخدمة الطبية اللي بده يقدمها الطبيب، سواء طبيب الأطفال أو طبيب العظمية أو طبيب الهضمية. نقابة أطباء سوريا ومن خلال رابطة أمراض جهاز الهضم والتغذية عند الأطفال تكمل دور الروابط والجمعيات العلمية والمؤسسات الطبية المعنية بالاهتمام بالطفولة، فتعقد مؤتمرها الذي يتناول مواضيع حول أمراض جهاز الهضم والتغذية والبدانة عند الأطفال. هذا المؤتمر متميز بطابع العملي للجلسات بما يفيد الطبيب الممارس. رح يكون في جلسات حول التهاب الكبد، حول البدانة عند الأطفال، حول مواضيع مختلفة كالداء الزلاقي، سوء الامتصاص. رح يتسلط الضوء فيها على أحدث الأمور اللي نزلت حديثا بطب الأطفال، كيف لازم نتعامل معها نحن كأطباء، كيف لازم نقدمها للمجتمع، والغاية هي نتيجة يعني فائدة أطفالنا للمجتمع السوري. يعني لا شك المؤتمر رح يقدم قيمة مضافة بشكل عام للأطباء الممارسين وحتى الأطباء الموجودين بالدراسات العليا بنجاح الثاني. أيام المؤتمر المستمرة في 8 و9 من الشهر الحالي تتضمن محاضرات وندوات علمية فيما يتعلق بكافة المستجدات العلمية حول جهاز الهضم والتغذية عند الأطفال، إضافة لمعرض لعدة شركات دوائية وغذائية.